يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. حلقتنا اليوم عن مصور ذو مواصفات خاصة بتجمع بين أمور متعددة كتير من الصعب تلاقيهم بشخص واحد أو مصور واحد. حلقتنا اليوم عن الفنان والمصور الأردني المتميز رمزي إدوارد ناري. الفنان رمزي مصور توثيقي من الطراز الرفيع، حسه الفني والجمالي عالي جدا، والشي واضح جدا بجميع صوره يلي رح تشوفوها بهالحلقة. ما كتير مهمة الناحية الجمالية بالتصوير التوثيقي، كونه قوة الموضوع بكتير أحيان بتغطي على هالناحية، لكن هذا الفنان حتى بهالحالة بتحسه صارم ومصمم على إبراز هالناحية، وهذا الشيء كتير لفت نظري بشغله الجميل والمتقن قواعديا. أهم ما لفت نظري هو حرصه على التوقيت اللي بيختاره لمواضيعه،
حتى تكون له اليد العليا بالتحكم بالضوء والظلال يلي بتنير مواضيعه، وخصوصا الأبنية الأثرية يلي بتلاقيها نافرة وكأنها ثلاثية الأبعاد بسبب اختيار الزاوية المناسبة كمان يلي بتعطي فخامة للمبنى أو الآثار يلي مصورها. شغله على التفصيلات من تصوير البواب والشبابيك، لأنه الباب والشباك هو اللي بيدل على شخصية البناء وهويته المعمارية، بالإضافة لتعريفنا بنوع فن البناء وبالحقبة اللي بنى فيها البناء وتركيزه على الأبنية وتفاصيلها بالماضي القريب، يعني أربعينيات خمسينيات ستينيات، كتير مهم لأنه ما كتير مصورين وثقوا هالحقبة، مع أنه كتير من مباني هالحقبة جميلة وذات هوية بتجمع بين الأصالة والحداثة، وللأسف هالشي كتير منفتقده بتصميم الأبنية الحديثة الحالية يلي ما لها أي هوية بصرية للأسف. شغله الأبيض والأسود كتير جميل كمان، رغم اني ما شفت منه يعني غير بضع لوحات، بس الواضح انه متمكن منه كمان. شغل هالفنان هو انه مغرق بالمحلية ومو تارك كبيرة ولا صغيرة مو موثقة ضمن مدى الرؤية تبعه، وهذا بيدل على عين باحثة وخبيرة برؤية الاشياء المهمة وتوثيقها، وهذا الشيء يحسب له.
توثيق الأشخاص. صور الناس وخصوصا الأطفال كتير عفوي وكتير احترافي بنفس الوقت، بيحسسك انه هدول ناس حقيقيين مو صور. هدول ناس عم تشوفهم عايشين قدامك ولولا شوي رح يتحركوا، وهالشي بدل على احساسه المرهف باختيار موضوعاته وشخوصه اللي بيختارها للتصوير. هلا أنا بعرف هذا النوع من التصوير أكيد ما بيكون محضر الناس، عدا عن أنه ممكن ما يكون بيعرفهم حتى، بس هون بيكون التحضير من خلال الإحساس باللحظة أنه هذا الإنسان أو هذا الوجه المناسب يلي لازم صوره بهاللحظة. شغله على توثيق الأيقونات والفريسك كتير مهم، وبصراحة كتير عجبوني صوره بهذا المجال، لأنه تصوير الفريسك كتير صعب وبكتير من الأحيان بيكون ممنوع وغير متاح، عدا عن جمالية الفريسكات يلي بشوفهم لأول مرة بصراحة. هلأ يلي عجبني كتير كمان هو توثيقه للجرافيتي، هذا النوع الجديد من الفن على مجتمعاتنا ويلي بيعكس مدى تطور الثقافة البصرية وخصوصا عند الشباب.
هلا يلي بيميز الفنان رمزي ويلي تركته للاخير عمدا لاحكي عنه ويلي لمسته بكل صوره وما بعرف اذا وصلكم نفس الاحساس، هو مقدار الحب والشغف يلي بيحمله لبلده ويلي كتير واضح بكل مواضيعه من خلال اللون والنور والتكوين. حسيته حدا مسكون بهالبلد يلي بينتمي له، ومن هون اجت محليته وهميته وهمية شغله الرائع. الأردن بلد جميل وفيه كنوز بصرية لا حصر لها، قدر هالفنان الجميل يورجينا على بعضها من خلال رؤيته الفنية. بوجه له تحية حب وتقدير للفنان رمزي إدوارد ناري يلي أتحنى الفرصة لنتعرف على شغله المميز والمهم بمجال التصوير الفوتوغرافي، وبتمنى دائما يمتعنا بأعماله المميزة. وياريت تشاركوا الحلقات وخصوصا حلقات المصورين حتى الناس تتعرف عليهم أكثر وتشوف شغلهم الجميل والمميز. بنهاية هالحلقة بتمنى تكونوا استمتعتوا وتكون الصورة واضحة عن كل شي حكيته، وتضلوا بخير